جدا، كان فيها افكار كتير جدا، كله افكار، مفيش اسئله مش لفه، كل الاسئله لفه وفكرتها بعيد عن العادي عن المتوقع، وبيلعب بالالفاظ بطريقه فظيعه جدا. هو الامتحان كان صعب جدا بالنسبه للطالب المتفوق، كان عايز يعني مستوى الطالب، يعني انا الحمد لله متفوق وصديقي متفوق، اللي كان عايز مستوى عالي قوي اعلى مننا بكتير، يعني هو مش مستوى الطلاب، لو مدرس مش هيعرف يحله، مش هيعرف يحل ال 50 سؤال صح. لو في وقت زياده كانت حل، انما هو ما فيهوش وقت زياده، هو لو في وقت زياده كنا حلينا. انا ما حليتش غير 18 سؤال من 50 سؤال، يعني ما نجحونيش اصلا. كله مليان زي باقي الامتحانات، طبعا الوقت ما كفاش زي كالعاده يعني، ولا لحقنا نراجع ولا اي حاجه، في اسئله صعبه. لا الوقت كان ضيق جدا عليه، يعني انا اصلا في حاجات حليتها كده عشان ما اسيبهاش فاضيه، وكلنا كده يعني، انا مش لوحدي. هو كان في حوالي 20 سؤال سهلين خالص، و10 يعني حوالي في مستوى الطالب المتوسط، وفي 20 بقى كلهم يعني محتاج الوقت برضو ما كان صغير، يعني كانوا محتاجين وقت اكتر من كده. والاسئله مش ما ينفعش تيجي اختياري، الاسئله دي ليها خطوات، يعني فوق المتوسط شويه، بس هو الوقت يعني جري فجاه، يعني الاسئله كانت محتاجه وقت كتير، وجي في الاخر ما كانش في وقت الاسئله اللي متبقيه. والامتحان فعلا كان صعب، وانت لو سالت اي دحيح من اللي واقفين دول هيقول لك الامتحان كان صعب، يعني الامتحان عاوز 6 ساعات عشان يتحل. حتى السؤال اللي هو القانون اللي جاي مباشر، عاوز قانون عشان تعوض في القانون اللي مباشر عشان تطلع الاجابه، ولو طلعت الاجابه عاوز تشوف الاختيارات، مش لاقي الاجابه في الاختيارات. القوانين جايه مش مباشره والحديثه بالذات، يعني جايه القوانين مش مباشره خالص، وكمان يعني اسئله بس بتتعدى على الايد اللي سهله.